بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم أعزائي طلبة كلية التجارة، معاد كلية التجارة، إن شاء الله هتبقى في كلية التجارة بإذن الله السنة الجاية. طيب هنبدأ هنشتغل في الاحتمالات. بيقول لي عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة احتمال ظهور العدد 5 هو حجر النرد أصلا يا جماعة له 6 وجوه، يعني حجر النرد عامل إزاي؟ اللي هو بتاع الطاولة اللي هو عامل كده ده. بتلاقي ليه 6 وجوه، كل وجه تلاقي ده عليه نقطة، ده عليه نقطتين، ده عليه 3 وهكذا. له 6 وجوه، فعليه أعداد كام؟ 1 2 3 4 5 6، عليه 6 أعداد. طب لما أقول لي احتمال ظهور العدد 5، العدد 5 هيظهر مرة واحدة. فبقوم واخد واحدة على كام؟ على 6. إشمعنى 6؟ لأن هو له 6 وجوه. له 6 وجوه. والعدد 5 هو عدد واحد، فيبقى 1 على 6. مش عشان هو 5 يبقى 5 على 6، لا، 1 على 6. طب لو هو العدد 3 برضه 1 على 6، العدد 6 1 على 6 وهكذا. طب احتمال ظهور عدد فردي، ايه هي الاعداد الفرديه؟ الاعداد الفرديه اللي هم 3 1 و3 و5. 1 و3 و5. احنا طبعا شغالين على الاعداد من 1 ل 6 و4 و5 و6. فلما بختار عدد فردي بختار من دول، ايه الاعداد الفرديه؟ اللي هم 1 و3 و5. طيب 1 و3 و5 دول عددهم كام؟ أهم حاجة في الاحتمالات إن أنا أعد. يعني دول عددهم 3، يبقى 3 على هم الوجوه كلها كام؟ 6. 3 على 6 تديني نص. يبقى الاختيار ده. وده كام الاختيار ده؟ طيب لو قال لي احتمال ظهور عدد زوجي، عدد زوجي من دول برضه اللي هم مين؟ اللي هو 2 و4 و6. طب ما هم عددهم برضه 3، يبقى 3 على 6 يبقى نص. طب احتمال ظهور عدد اولي، الاعداد الاوليه دي هي اعداد بتقبل القسم على نفسها وعلى الواحد. يعني زي مين؟ زي الاثنين. ما ينفعش يتقسم الا على اثنين وعلى واحد بس، ما ينفعش يتقسم على حاجه ثانيه. الثلاثه ما تنفعش تتقسم الا على ثلاثه وعلى واحد. طب الخمسه ما ينفعش تتقسم الا على خمسه وعلى واحد. طيب هم عددهم كام واحد؟ عددهم ثلاثه، هم يقولوا ثلاثه على سته اللي هو يساوي نص. يبقى الاحتمالات انا بعرف الحاجه وبعدها واقسم على الايه؟ على العدد الكلي. طب احتمال ظهور عدد يقبل القسم على 3، ايه الاعداد اللي بتقبل القسم على 3 من مجموعه الاعداد دي؟ هما 2، الثلاثه والسته بس، الثلاثه والسته، هما دول اللي بيقبلوا القسم على 3. طب هما كام واحد؟ هما 2 على عدد الوجوه كلها كام؟ 6. 2 على 6 لو انا جبتها بالاله هيديني 1 على 3. لازم اجيبها بالاله عشان الاله بتختصرها، لان الاجابه اللي بتبقى جايه اجابه مختصره. يبقى طلع 1 على 3، يبقى انا كده خلصت دول. طيب لو جه قال لي احتمال ظهور العدد 7، اصلا حجر النرد او زاره النرد مفيش عليها رقم 7، فاحتمال لما يقول لي احتمال ظهور العدد 7 اقول له صفر، لان ده حدث مستحيل. طب احتمال ظهور ال 3 و5، خدوا بالك في 3 و5، ولو قال لي 3 او 5، لو قال لي 3 و5 دي يعني ال 3 وال5 ظهروا في نفس الوقت. طب ازاي؟ أو حجر النرد في وش عليه 3 ووجه عليه 5، فازاي يظهروا في نفس الوقت فوق على الوجه العلوي؟ مش هينفع، فيبقى ده الاحتمال ده مش هينفع، صفر، لان الثلاثه والخمسه مش ممكن يظهروا في نفس الوقت. لكن لما يقول لي 3 او 5 يعني معناها هات لي احتمال الثلاثه اللي هي 1 على 6. اشمعنى 1 على 6؟ عشان الثلاثه عدد لوحده وهم كلهم 6 وجوه، يبقى 1 على 6. واحتمال ظهور الخمسه 1 على 6، المفروض اجمعهم مع بعض، اجمعهم مع بعض. طب 1 على 6 زائد 1 على 6 يديني ثلث. ثلث اللي هو فين؟ هي دي، معلش. لو قال لي احتمال ظهور 3 وعدم ظهور 5، يعني معناها الثلاثه اللي هتظهر بس. طب والثلاثه ده عباره عن رقم 1 على كام؟ على 6. يبقى 1 على 6. ما هو الخمسه مش هتظهر اصلا، وساعات يقول لي احتمال ظهور الثلاثه فقط. سواء كده او كده يبقى ايه؟ يبقى هيبقى 1 على 6. ده بالنسبة لحجر النرد، هنشوف مسائل تانية في الاحتمالات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، المثال اللي بعد كده بيقول لي صندوق بيه 80 لمبة سليمة و20 لمبة تالفة، وصندوق آخر بيه 40 لمبة سليمة و10 لمبات تالفة. يعني معناه الصندوق الأولاني ده يعتبر فيه يا جماعة 100 لمبة. 100 لمبة. السليمة هتبقى 80 على 100، ده سليم. السليمة 80 على 100، والتالفة هتبقى 20 على 100 احتمال. طيب بالنسبه للصندوق الثاني، الصندوق الثاني
هيبقى فيه ايه؟ 40 لمبه سليمه، هو كله فيه 50، ب 40 على 50. وبالنسبه للتالفه هيبقى 10 لمبات تالفه عن 10 على 50. 10 على 50. طيب اول حاجه بيقول لي اللمبتان سليمتان، اللمبتان سليمة، ويسحب لمبه من كل سلم. طيب لو اللمبتين سلام ايه اللي هيحصل؟ اللمبتين سلام يعني هيسحب لمبه من الصندوق ده، يبقى سليمه وسليمه، تمام؟ ما دي برضو سليمه زي ما اتفقنا، ودي تالف. الله اكبر الله اكبر الله اعلم. طب اللمبتان سليمتان يبقى هيبقى 80 على 100 في 80 على 100، لان في 40 على 50، لانه سحب من الصندوق الايه؟ الاولاني سليمه ومن الثاني سليم. فدي لما احنا نضربها بالاله هتطلع لنا 64 من 100. طيب لو اللمبه الاولى فقط سليمه، اللمبه الاولى فقط سليمه، يبقى معنى كده اللمبه الاولى فقط سليمه يعني دي 80 على 100، لكن اللمبه الثانيه هتبقى تالفه بتاخد الصندوق الثاني، هتبقى 10 على 50، ودي انا لو ضربتها هتطلع لي 16 من 100. طيب ليه؟ طيب لو قال لي اللمبه الثانيه فقط سليمه، الثانيه هي اللي سليمه، يبقى 40 على 50، وبالنسبه للاولى اكيد هتبقى تالفه، طالما الثانيه فقط هي اللي سليمه يبقى الاولى هتبقى تالفه، يعني 20 على 100. طب 20 على 100 لو انا ضربتها في 40 على 50 هيديني برضو كام؟ 16 من 100. هي صدفه طبعا يعني ان طلع اجابه دي زي دي. طيب اللمبه الاولى تالفه والثانيه تالفه، الاولى تالفه يعني 20 على 100، الثانيه تالفه يعني 10 على 50، هنضرب دول في بعض هيطلع لنا الاجابه 4 من 100، يعني 4 صفر علامه صفر اللي هي 4 من 100. ودي بالنسبه للمساله بتاعت الصندوقين. المساله اللي بعد كده يا جماعه بيقول لي مخزن به مجموعه من السلع، منها 50 ممتازه و40 جيده و10 تالفه. طبعا انا اكيد هجيب احتمالات الحاجات دي الاول. هو المخزن كده كله كام؟ 50 و40 90 و10 100، يبقى كده احتمال الممتازه هيبقى 50 على 100. طب بالنسبه للجيده هيبقى 40 على 100، ده الجيده. طب بالنسبه للتالفه هيبقى 10 على 100، ده التالفه. طيب ايه المطلوب مني؟ بيقول لي اذا سحبت وحدتان عشوائيا اوجد بفرض رد السلعه المسحوبه. لان في مساله ثانيه هو بيقول لي اولا بفرض رد السلعه المسحوبه، لان في ثانيا هيقول لي عدم رد السلعه المسحوبه، هتفرق؟ اه. رد السلعه المسحوبه يعني انا مثلا في الممتازه، او بيقول لي مثلا ناخد المثال على طول، احتمال الوحدتين من نوع جيد. طب الوحدتين من نوع جيد يبقى السلعه الاولى سحبها بقى 40%، 40 على 100. طب بالنسبه للوحده الثانيه انا برجع الكره اللي انا بسحبها او برجع الوحده اللي انا بسحبها، يبقى برضو عدد الوحدات في الصندوق 100، وبرضو الجيده هيبقى عددهم 40، لان هناخد بعد كده ان مع عدم الرد، مع عدم الرد ايه اللي هيحصل؟ ان انا ما بردش الوحده اللي ايه اللي انا سحبتها، فال 100 دول بدل ما كان الصندوق فيه 100 وحده هيبقى فيه 99 وحده كده يعني. طيب بس لسه ده في المثال الثاني او في تكمله المثال ده. طيب يبقى الوحدتين من نوع جيد، يبقى هعمل 40% او 40 على 100 في 40 على 100، دي انا لو ضربتها بالاله هتديني 16%، 16% اللي هي. طب احتمال الوحده الاولى تالفه، طب الوحده الاولى تالف، طب ما هو الوحده الاولى تالفه اللي هي كام؟ اللي هي 10 على 100. طب ما هو ممكن الوحده الاولى تبقى تالفه والوحده الثانيه اللي اسحبها تبقى ممتازه، وممكن الوحده الاولى تبقى تالفه والوحده الثانيه اللي اسحبها تكون جيده 40 على 100. يبقى انا ممكن الوحده الاولى اللي اسحبها تكون تالفه والثانيه ممتازه، او الوحده الاولى اللي اسحبها تكون تالفه والثانيه جيده. مش هقول بقى تالفه وتالفه لانه بيقول لي الوحده الاولى هي اللي تالفه. طيب انا لو جيت حسبت الكلام ده على الاله كله هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 9 من 100، 9 يبقى انا هاخد الاختيار. طيب احتمال وحده على الاقل جيده، ايه بقى وحده على الاقل جيده دي؟ يعني لما اقول لك وحده على الاقل يعني ممكن وحده وممكن اكتر، يعني اقول لك انت معاك على الاقل جنيه في جيبك، يبقى انت ممكن يكون معاك جنيه او 2 جنيه او 3 جنيه وهكذا. طب احنا عندنا الوحدات كام؟ اقصاهم هم وحدتين. طب يبقى كون نقول لي وحده على الاقل، على الاقل يعني ممكن يكون وحده وممكن يكون وحدتين، يعني وحده برضو ايه؟ هو بيقول لي جيده، وحده جيده يعني وحده واحده، وممكن يكون 2 جيده.
اه طب ناخدهم واحده واحده بقى. طب خد بالك الوحده الجيده دي ممكن يجي معاها ممتازه، اللي بعدها تيجي ممتازه، وممكن اللي بعدها تيجي تالفه. اتنين جيده دي سهله، هيبقى جيده وجيده. طب فاحنا هنمشيها ازاي بقى؟ هنقول الاول ايه؟ ان انا ممكن الوحده الاولى تكون جيده اهو 40 على 100، في تكون اللي جايه معاها ممتازه يعني 50 على 100 اللي هي الوحده الثانيه. طيب وممكن اجي اسحب في الوحده الاولى اللي هي جيده والاقي الثانيه تالفه يعني 10 على 100. طيب وبعدين هو ما حددليش، قال لي واحده على الاقل، يعني انا ممكن اجي اسحب في البدايه مش هلاقي بقى ايه؟ مش هيقابلني الجيده الاول، لا يقابلني الجيده ثاني واحده، هتكون الثانيه اللي جيده والاولى ممتاز يعني عكس الكلام ده، او الاقي جيده هي ثاني واحده والاولى تالفه، اسحب لقيت تالفه وبعدين سحبت لقيت جيده. المهم ان انا ايه، كل مره لو انتم ملاحظين الجيده مره واحده مره واحده، الجيده اللي 40 على 100 مره واحده مره واحده. طيب في الاخر خالص هيبقى عندي ايه بقى؟ ان انا ممكن اسحب الاقي الوحدتين جيده، الوحدتين جيده يعني الاولى جيده 40 على 100 والثانيه جيده 40 على 100. طيب انا لو حسبت الكلام ده كله على الاله هلاقي يطلع لي كام؟ 64 بقى. هي طبعا في بعض الطلبه بيحلها بموضوع الاحتمال العكسي، بس انا مش عايز ايه احفظ قوانين كتيره يعني، انا بحاول احلها بدون قوانين كتير عشان ايه تحس ان المساله يعني ايه، لان لقيت معظم الطلبه بيحب يحل من غير ما يحفظ قوانين، يعني افضل له من غير ما يحفظ قوانين عشان ما يتوهش، فمشيتها لكم من غير ايه، من غير قوانين. طيب يقول لي احتمال واحده على الاكثر جيده. طب واحده على الاكثر جيده يعني ايه؟ انا لما اقول انت معاك بالكتير في جيبك جنيه، يبقى انت يا اما معاك جنيه يا اما معاك اقل من جنيه، انا مفيش حاجه يعني، معاك جنيه يا معاك نص جنيه يا معاكش حاجه خالص. فهنا في الوحدات مش معقول انا معايا نص وحده، انا معايا يا اما وحده يا اما مفيش، يبقى معايا يا اما وحده جيده يا اما يعني بالبلدي كده مفيش، مفيش جيده خالص. طيب ثانيه واحده، طب انا لو معايا وحده جيده يبقى 40 على 100، الجيده دي ممكن يجي وراها ايه؟ ممكن يجي وراها ممتازه، الوحده الثانيه تبقى ممتازه، او ممكن يكون معايا واحده جيده في الاول والوحده الثانيه اجي اسحبها الاقيها تالفه، والعكس، والعكس برضه ان انا ممكن اجي اسحب الاقي ممتازه هي اللي في الاول وجيده، المهم ان الجيده تظهر هي الثانيه، ممكن اجي اسحب الاقي تالفه في الاول والجيده برضه هي الوحده الثانيه، انا بسحب وحدتين تمام. طيب يا اما ممكن الاقي ايه بقى؟ الاقي ان انا معايا مفيش خالص. يعني ايه مفيش خالص؟ يعني ممكن الاقي واحده ممتازه ووراها واحده ثالثه، ما انا بسحب وحدتين ورا بعض، او العكس اجي اسحب الاقي ثالثه ووراها واحده ممتازه، ما انا عندي اثنين اوبشنز او اختيارين، يا اما الاقي واحده جيده اهو 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 سواء تظهر في الاول او الثانيه اهو، يا اما ما الاقيش جيده خالص، يعني الاقي ايه، اجي اسحب الوحده الاولى الاقيها ممتازه الثانيه الاقيها تالفه مفيش جيده خالص اهو، يا اما اجي اسحب الاولى الاقيها تالفه والثانيه الاقيها ممتازه. طيب هو انا حاسب كل ده على الاله يقوم طالع لي 58% اللي هو الاختيار ده. طيب احتمال الاولى فقط ممتازه، اه الاولى فقط ممتازه، طب ما هو كده ممكن الاولى يبقى 50 على 100، اجي اسحب واقول لي فقط يا يعني مفيش ممتازه وراها، اجي اسحب الاقي اللي وراها جيد. طيب يا اما اجي اسحب الاولى الاقيها ممتازه، اجي اسحب اللي وراها الاقيها تالفه تمام، وكده انا مفيش بقى ايه، مش هقول مش هقدر اقول بقى ايه اسحب ممتازه الاقي وراها ممتازه، ده بقول لي الاولى فقط اللي ممتازه خلاص. انا لو حسبت الكلام ده على الاله هلاقيه طلع لي 25% اللي هي دي. طيب احتمال الوحده الأولى جيدة والثانية ممتازة، دي سهلة بقى، الأولى جيدة يعني 40 على 100، الثانية ممتازة اللي هي 50 على 100 وبس وخلاص، هضرب الاثنين دول في بعض تطلع لي الإجابة 2 من 10، دي مباشرة جدا أهي. طيب احتمال واحدة فقط ممتازة، أه دي بقى واحدة بس هي اللي ممتازة. طيب واحدة ممتازة يكون عندي بقى مثلا الأولى ممتازة والثانية ألاقي وراها جيد، اسحب الاولى الاقيها ممتازه
اجي اسحب الثانيه الاقيها تالفه، واقول واحده فقط بس الممتازه، يا اما اجي اسحب الاولى الاقيها جيده، اسحب الثانيه الاقيها ممتازه، يبقى انا كده برضو واحده بس الممتازه. اجي اسحب بسم الله الرحمن الرحيم، الاولى الاقيها تالفه، اسحب الثانيه الاقيها ممتازه، بس مفيش احتمالات ثانيه بقى كده، كده انا هي دي واحده واحده فقط. لو انا حسبت الكلام ده على الاله يقوم مطلع لي كام؟ 5 من 10، 5 من 10 اللي هو الاختيار ده. ويبقى كده المثال ده اتمنى يكون ان شاء الله افهام، ونشوف المثال اللي بعده. لو نفس المثال السابق يا جماعه بس جه قال لي بفرض عدم رد الوحده المسؤوله. طب عدم الرد ده هيفرق معاك في ايه؟ هديك مثال. لو قال لي احتمال الوحدتين تالفتين، طب الوحده الاولى هسحبها هتبقى تالفه هتبقى 10 على مائة. طب انا سحبتها وما رجعتهاش، يبقى عدد الوحدات اللي في الصندوق ما بقاش 100 بقى 99 ناقصين واحده. طيب انت الثانيه هتسحبها ايه؟ تالفه. الثانيه هتسحبها تالفه. طب انت اصلا سحبت واحده تالفه في الاول، يبقى كده التالفه بعددهم 9 ما عادوش 10 بقى. يبقى كده الكور اللي في الصندوق قلت والوحدات التالفه قلت عددهم 9. طيب لما اجي اضرب دول هلاقي الاجابه طلعت لي 9 0 0 علامه 0 اللي هي دي. طيب ثاني واحده، احتمال واحده فقط ممتازه. واحده فقط ممتازه يعني ايه؟ يعني انت هتسحب لي بقى ايه؟ الاولى تطلع ممتازه، تيجي تسحب الثانيه، خد بالك انت ما بترجعش كل الوحده، يبقى 99. تيجي تسحب الثانيه وبقول واحده فقط ممتازه، اجي اسحب الثانيه الاقيها جيده. طب الجيده مش تخليهم 39؟ لا، هو انا ما سحبتش جيده اصلا، انا في المثال ده بس عشان سحبت من الجيده، لما جيت اسحب جيده سحبت من التالفه، لما جيت اسحب تالفه ثاني التالفه قلت بقت 9، لكن هنا انا اول مره اسحب من الجيده ف 40 عادي، لكن الكور في او الوحدات في الصندوق قلت. ساعات المثال ده يجي على كور. طيب زائد، طب انا لو سحبت وعايز الاولى ممتازه، طب انا ممكن اسحب الاولى الاقيها ممتازه، اجي اسحب الثانيه الاقيها تالفه بس برضه 99، التالفه 10 اسحب من 10. طيب وممكن العكس، اجي اسحب الاولى الاقيها جيده يعني 40 على 100، واجي اسحب الثانيه الاقيها ممتازه 50 على 99، يبقى دايما المقام هيبقى 199، يعني 100 ويقل يبقى 99 كده. السحبه الاولى 100 والثانيه 99 لان انا ما برجعش الكوره. طيب ممكن اجي اسحب الكوره الاولى او الوحده الاولى سوري الاقيها تالفه، اجي اسحب الوحده الثانيه الاقيها ممتازه 50 على 99 تمام. يبقى انا كده بسحب واحده فقط ممتازه. طيب المهم ان انا اكد في كلامي ان ايه؟ ان كل مره في واحده فقط. ادي الممتازه اهي، ادي الممتازه اهي، هنا الممتازه بس كانت تاني واحده، هنا الممتازه بس كانت تاني واحده. لازم اامن على ان الممتازه ظهرت كل مره مره واحده، لان بيقول لي واحده فقط ممتازه. لو انا حسبت الكلام ده كله على الاله هلاقيه طلع لي 505 اللي هي. طيب احتمال الاولى فقط ممتازه، دي بقى غير دي. هنا ايه؟ قال لي واحده فقط ممتازه، تطلع الاولى تطلع الثانيه مش فارقه، لكن هنا بيقول لي احتمال الاولى، محدد لي الاولى لازم تكون ممتازه، مفيش مشكله. طب الاولى ممتازه دي هل ممكن الثانيه تطلع ممتازه؟ لا، هو عايز الاولى فقط هي اللي ممتازه. طيب مفيش مشكله خلاص، يبقى نخلي بقى لو انا سحبت في الاول الاولى هتطلع ممتازه 50 على 100. طب هاجي اسحب الثانيه، طبعا بسحب من 99 هتطلع جيده. طيب زائد ممكن اجي اسحب الاولى الاقيها ممتازه، طب اجي اسحب في الثانيه الاقيها تالفه يعني 10 برضه من 99. واحد يقول لك طب ما نبدلهم بقى، نخلي الاولى تالفه والثانيه ممتازه. لا، هو قايل الاولى فقط ممتازه، لكن هنا ما كانش محدد لي، قال لي واحده فقط، سواء بقى تطلع الاولى ممتازه تطلع الثانيه ممتازه مش فارقه، لكن هنا هو محدد لي قال لي لازم الاولى بس هي اللي تكون ممتازه، هو لازم كده تمام. هحسب الكلام ده على الاله هيطلع لي، خد بالك ممكن يجيب لك في الاختيارات كسر اعتيادي كده، يعني 25 على 99 اختار ده. طب جاب لي مثلا دي لما اجي اعملها على الاله هلاقيها تطلع لي ايه؟ 0 علامه 2 5 2 5 كده كتير كده تمام. ساعات يعمل ايه؟ الخمسه دي يقول لك بتقرب بواحد، يعني تزودي الاثنين دي تخليها ثلاثه، فساعات يقوم معلق لك الاجابه كده صح برضه، يعني ياخد الخمسه دي يلغيها خمسه او اكتر بيزود اللي جنبه واحد، احنا عارفين الكلام ده من واحنا صغيرين، يزود اللي داخل ليه ثلاثه يبقى 2 3 5 صح برضه، فالاجابه دي صح، دي صح، دي صح. هو جايب لي مين؟ جايب لي الاجابه دي، يبقى انا هختار.
طب في نفس المثال برضو، مع عدم الرد، مع عدم رد الوحده المسؤول، احتمال واحده على الاقل تالفه. طب ما واحده على الاقل دي زي ما اتفقنا يعني ممكن يبقى واحده تالفه او اثنين تالف، وانا بسحب اقصى حاجه لينا واحدتين، يا اما واحده تالفه يا اما اثنين تالفه. طيب فانا لو سحبت واحده تالفه يعني 10 على 100 ممكن اسحب اللي وراها ممتازه. طب اللي وراها تبقى ايه؟ 50 على 99 زائد، هسحب الاولى تالف 10 على 100 ممكن اسحب اللي وراها جيده 40 على 99. طيب ممكن اسحب، هو ما حددش ما قاليش الاولى لازم تكون تالف، فانا ممكن ابدل الكلام ده يعني اسحب الاولى ممتازه والاقي الثانيه هي اللي تالفه بس هتبقى 10 على 99. مش هبدل دي بقى كده بنفس الارقام، لا الاولى 50 من 100 عادي، الثانيه 10 على 99 عشان انا سحبت كوره سحبت واحده وما رجعتهاش. زائد ممكن اسحب الاولى الاقيها جيده، اجي اسحب الثانيه الاقيني بسحب من 99 برضه لاني ما برجعهاش، الاقيها ايه؟ الاقيها تالفه 10. طيب وممكن وارد عندي برضو ان الاقي الاثنين تالفه، لان على الاقل يعني ممكن الاقي واحده تالفه او زي كده زي ما انا عمال اعمل هنا كده، تالفه ايه؟ تالفه تالفه تالفه، وممكن الاقي الاثنين تالفه. طب الاثنين تالفه دي اجيبها ازاي؟ خليها تحت نوع اشتباه. الاثنين تالفه الاولى هتبقى 10 وحدات من 100. طيب انت كده سحبت واحده يبقى دول بقى 99. وبعدين سحبت واحده تالفه في الاول، لما اجي اسحب من التالفه تاني التالفه بقوا 9. خد بالكم التالفه بقت 9 لان التالفه قلت، انا سحبت واحده تالفه وما رجعتهاش. فالصندوق العدد الوحدات فيه قلت بقى 99 والتالفه عددها قل بقت 9. لما احسب الكلام ده كله على الكالكوليتر بتاعتي هيطلع 9091. طيب احتمال وحده على الاكثر، وحده على الاكثر دي بقى اللي بتبقى ايه؟ يعني رخمه شويه. ليه بقى؟ فيها شغل كتير. وحده على الاكثر تالفه يعني معنى ايه؟ يعني انا ممكن احسب واحده تالفه وممكن مفيش تالف، مفيش تالف، وبعدين هو ما حددليش بقى الاولى ولا الثانيه ولا ايه. طيب فانا برضو نفس القصه، انا هسحب واحده تالفه وراها ممتاز 99 ده زي ما اتفقنا، ممكن اسحب واحده تالفه وراها جيده، ممكن اسحب العكس واحده ممتازه ووراها تالف اهو، ممكن اسحب واحده جيده وراها تالفه 99. طيب ممكن اسحب ايه؟ ممكن اسحب، خد بالك انا بقول واحده تالفه كده كل دول اللي فيهم واحده تالفه اهو، خلصنا واحده تالفه، نشوف بقى اللي ايه؟ اللي ما فيهاش تالفه خالص، يعني ممكن الاثنين يجوا ممتازه. طب ما ممكن كده يجي لي ايه؟ يجي لي ممتازه الاولى ممتازه، اجي اسحب الثانيه الاقيها ممتازه برضه. ما احنا بنقول يا اما واحده تالفه يا اما فيش تالفه خالص، يعني ممكن الاثنين يطلعوا ممتازين، الاثنين يطلعوا تالفين، واحده ممتازه واحده تالفه، واحده ممتازه واحده جيده كده يعني. طيب الاثنين يطلعوا ممتازين او 50، هاجي اسحب في الممتاز ثاني هتبقى دي 99 ودي بقت 49 لان الممتاز قل واحده. طيب ممكن اجي اسحب في الاولى الاقيها ممتازه، اجي اسحب الثانيه الاقيها جيده، جيده هتبقى 40 على 99. طيب ممكن اسحب في الاولى الاقيها جيده، انا عايز ابعد عن التالفه بقى في الجزء الثاني ده، انا عايز ابعد عن التالفه، الاولى الاقيها جيده 40 على 100، اجي اسحب الثانيه الاقيها ممتازه يعني 50 على 99. طيب ممكن اسحب الاولى الاقيها جيده، اجي اسحب الثانيه الاقيها ايه؟ الاقيها جيده برضو، يعني ايه اللي بقت جيده؟ 39 على 99. تمام؟ فانا ايه باخد بالي ان يعني الحاله الاخيره دي لو احنا ملاحظين ممتازه جيده ممتازه دي بقى ايه؟ جيده ممتازه جيده جيده كده، تمام؟ في ممتازه ممتازه، لان انا قلت يا اما يكون واحده بس اللي تالفه يا اما يكون ما فيش تالفه خالص. فلو انا ملاحظ الاربعه الاخرانيين دول ما فيهمش كلمه تالفه خالص. فعشان كده على الاكثر بتبقى طويله شويه لو جت. يساوي واحسب الكلام ده كله هيطلع لي 9 0 9 9 على 0 اللي هو مين؟ اللي هو الاوبشن ده. طيب لو جينا بصينا احتمال اكثر من واحده تالفه، دي سهله بقى.
اكتر من وحده تالفه انا اصلا اللي بسحبه وحدتين. لما انت تقول لي اكثر من وحده تالفه يعني وحدتين من الاخر، وحدتين تالفتين. طب وحدتين تالفتين يبقى انا هسحب 10 على 100، هاجي اسحب الوحده الثانيه الوحدات قلت بقت 99 والتالفه قلت بقت 9، اضرب دول في بعض الاقي الاجابه طلعت. خد بالك ساعات ممكن يجيبها لي على ايه كسر اعتياد زي ما اتفقنا 1 على 110، او يجيبها لي ايه 9 من 1000 كده، سواء ده او ده اختارها يبقى الاجابه. وكده يبقى احنا فهمناها في حاله الرد وفي حاله عدم الرد، وغالبا هما الاثنين بيجوا في سؤال واحد، يعني يجيب لي اولا في حاله الرد، ثانيا في حاله عدم الرد. المثال اللي بعد كده بيقول لي يا جماعه، بيقول لي اذا كان احتمال نجاح طالب في المحاسبه هو 8 من 10 واحتمال نجاح في الرياضه 90%، 90% دي لو حسبتها بالاله هلاقيها 9 من 10. يبقى معنى كده ان هو النجاح كام؟ بالنسبه لي هنقول المحاسبه اهو، ادي المحاسبه وادي الرياضه. لو بالنسبه للنجاح انا الخص كده، بالنسبه للنجاح يبقى احتماله 8 من 10 في المحاسبه، والرياضه هيبقى 9 من 10. طب بالنسبه للرسوب لا قدر الله هيبقى بقيه ال 8 من 10، يعني نعمل 1 ناقص 8 من 10، 1 ناقص 8 من 10 يديلك 2 من 10، من الاخر اللي يكمل لك 10 من 10 يعني. طب ده 9 من 10 فاضل له 1 من 10 يبقى 10 من 10. طيب نيجي نشوف بقى اول حاجه، بيقول لي احتمال رسوبه في المحاسبه، رسوبه في المحاسبه هو نجح ب 8 من 10 يبقى لو راسي بيبقى 2 من 10 تكمله ال 10 من 10 يعني، او نعمل 1 ناقص 8 من 10 يطلع 2 من 10. طيب احتمال رسوبه في الرياضه هو ناجح ب 9، لو 9 من 10 يبقى راسي لا قدر الله لو هو 1 من 10 تكمله ال 10 من 10. طب احتمال نجاحه في ماده واحده على الاقل، نجاحه في ماده واحده على الاقل يعني ايه؟ يعني هو ممكن ينجح محاسبه ويسقط في الرياضه ناخد 1 من 10. طيب وممكن ينجح في الرياضه يبقى 9 من 10 ويسقط في المحاسبه يبقى 2 من 10. طيب هو بيقول لي ماده واحده على الاقل، يعني ممكن ينجح في ماده وممكن ينجح في الاثنين، يعني ممكن ينجح في الرياضه في المحاسبه وفي الرياضه، 8 من 10 نجح في المحاسبه و9 من 10 ناجح في الرياضه الاثنين في نفس الوقت. في الحاله دي لما اجي احسب ده كله هيطلع لي 98%، 98% اللي هي فين؟ احتمال نجاحه في ماده واحده على الاكثر، على الاكثر قلنا ماده واحده على الاكثر يعني ممكن واحد وممكن اقل، يعني واحد او اقل؟ يعني ممكن ينجح مثلا في المحاسبه ويسقط رياضه يبقى 1 من 10. طيب ممكن ينجح في الرياضه ويسقط محاسبه 2 من 10. طيب وممكن لا قدر الله ما ينجحش في ولا واحده منهم، لان احنا بنقول واحده على الاكثر يعني ينجح في واحده منهم او ما ينجحش خالص بقى. ما احتمالك يا واحد يا صفر، واحد ينجح في ماده او ما ينجحش في ولا ماده، يعني ممكن يسقط لا قدر الله في اثنين. يبقى عندنا كام؟ يبقى 2 من 10 رسوب في المحاسبه و1 من 10 رسوب في الرياضه، ولو حسبنا دي هنلاقيها 28%. اهي هي دي. طيب احتمال نجاحه في ماده واحده فقط منهما، واحده فقط منهما، يعني ممكن ينجح محاسبه ويسقط رياضه، أو ممكن ينجح رياضة 9 من 10 ويسقط محاسبة 2 من 10 وخلاص، مع واحدة بس فقط منهم اللي بينجح، يبقى كده 26% لو حسبناها اللي هي دي. طب احتمال نجاحه في المحاسبة فقط، يعني نجح في المحاسبة وسقط بقى رياضة، يبقى نجح في المحاسبة يعني 8 من 10 وسقط في الرياضة اللي هي 1 من 10، يبقى كده لو ضربنا دي تطلع 8%، 8% أقل. طيب احتمال رقم 6، طيب رقم 7 احتمال نجاحه في الرياضه فقط، في الرياضه فقط، يبقى هو نجح في الرياضه فقط يعني 9 من 10 ولكنه سقط فين؟ في المحاسبه، يعني جاب 2 من 10 يبقى 18% اللي هي طيب في تكمله لسه. طيب لو قال لي احتمال نجاحه في المادتين، هو نجح في المحاسبة 8 من 10 وهينجح في الرياضة 9 من 10 ونضربه في بعض 72%. ليه؟ طب احتمال رسوبه في المادتين يبقى 2 من 10 راسب في المحاسبة والعياذ بالله راسب في الرياضة، يبقى جايب كام؟ 2%. هي دي.
طب احتمال نجاحه في الرياضة ورسوبه في المحاسبة، نجاحه في الرياضة يبقى 9 من 10، رسوبه في المحاسبة يبقى 2 من 10، تطلع 15%. طب احتمال نجاحه في أكثر من مادة، أنا أكثر من مادة وأنا ما عنديش إلا مادتين أصلا، محاسبة ورياضة، يبقى هو هينجح في المادتين، ينجح في المادتين يعني 8 من 10 في 9 من 10 يطلع 72%، وخلصت على كده المثال ده. خلص على كده. المثال اللي بعد كده بيديني المخزنين دول الاول والثاني وفيهم سلعه ممتازه جيده ثالثه. يعني لو بصينا على المخزن الاول الممتازه فيه 25، المخزن الثاني الممتازه فيه 15، المجموع 40، وهكذا. المخزن الاول اللي الجيده فيه 15، المخزن الثاني الجيده فيه 10، وهكذا. يقول لي ايه؟ سحبت سلعه واحده من كل مخزن، يعني يسحب سلعه من هنا وسلعه من هنا. حلو قوي. طب احتمال السلعتين من نوع جيد، يعني جيد يعني 15. طب 15 من المخزن الاول يعني 15 على 50، فانت بتسحب من المخزن الاول. طب والجيد في المخزن الثاني هيسحب الوحده الثانيه من المخزن الثاني، يبقى 10 على 30. 10 على 30، لو انا ضربت دول هيطلع لي الاجابه 1 من 10. طيب احتمال واحده على الاقل ممتازه، طب احنا قلنا واحده على الاقل ممتازه يعني ممكن واحده ممتازه وممكن اثنين ممتازه. طيب واحدة ممتازة، طيب يبقى يعني ممكن يسحب ممتازة، يبقى 25 على 50 المخزن الأول، والمخزن الثاني يسحب جيدة. ممكن احنا قلنا ممكن يسحب الاثنين ممتاز، يعني ممكن يسحب 15 على 30، يبقى كده سحب الاثنين ممتازة، خلصنا من دي. طيب لو سحب واحدة ممتازة 25 على 50 هيسحب الثانية، ممكن يسحبها جيدة 10 على 30 المخزن الثاني، وممكن يسحب الاولى ممتازه في المخزن الاول ويسحب الثانيه تالفه، يعني 5 على 30. طيب وممكن العكس، وعايز يسحب واحده بس ممتازه. طيب واحده ممتازه، طب ما هو ممكن يسحب من واحده ممتازه من المخزن الثاني اهي 15 على 30، ويكون ساحب واحده جيده من المخزن الاول 15 على 50. طيب وممكن يسحب واحدة ممتازة من المخزن واحدة وعايز يسحب ممتاز، ممكن يسحب واحدة ممتازة من المخزن الثاني برضو، تمام اهو، ويكون سحب الأولى تالفة من المخزن الأول 10 على 50 وهكذا. المهم إن إحنا نأكد إن هو سحب واحدة ممتازة في كل مرة، سحب واحدة ممتازة في كل مرة. طب لو حسبنا الكلام ده كله هيطلع لي 75% دلوقتي. طيب احتمال واحده على الاكثر ممتاز، قلنا على الاكثر بتبقى طويله شويه. طب بص واحده على الاكثر يعني هيسحب واحده ممتازه او مفيش ممتازه خالص. طيب واحده ممتازه او مفيش. طب هو ممكن يسحب واحده ممتازه من المخزن ده 25 على 50. هو هيسحب واحده بس ممتازه. الممتازه دي ممكن يسحب وراها واحده جيده 10 على 30، وممكن الممتازه دي يسحب وراها واحده ثالثه 5 على 30. طيب هو عايز واحده ممتازه، وممكن العكس يكون سحب من الاولاني جيده ومن الثاني ممتاز 15 على 30، زائد ممكن يسحب من الاولاني تالفه اهو وبالتاني برضو ممتازه. المهم انه يسحب الممتازه مره واحده بس، يعني ممتازه تبقى دي، انا قلت ممتازه بينما دي ايه جيد، انا برضو دي ممتازه بينما دي تالفه، يعني ممتازه اللي مره واحده، هنا دي جيده ودي ممتازه وهكذا. طيب وممكن ما يسحبش ممتازه خالص، ما يسحبش ممتازه خالص يعني ممكن يسحب ايه بقى؟ يسحب مثلا خلينا في الجيدة، يقوم ساحب مثلا جيدة اللي هي 15 على 50 من المخزن الأول، ويقوم ساحب من المخزن اللي بعده جيدة 10 على 30، أو يسحب خد الجيدة خلصها الأول، يسحب جيدة ويقوم ساحب تالفة من المخزن الثاني، عشان كده بقول على الأكثر بتبقى طويلة شوية. طيب وممكن يسحب إيه؟ تالفة من المخزن الأول، إحنا مش عايزين كلمة ممتازة بقى تاني خلاص 10 على 50، ويرجع يسحب التاليفه دي يسحب وراها مره جيده 10 على 30 من المخزن الثاني، ومره التاليفه دي اللي هي 10 على 50 اللي سحبها من المخزن الاول
يسحب وراها واحده تالته. لاحظ الشويه اللي تحت دول ما فيهمش كلمه ممتازه خالص، عشان احنا قلنا يا ممتازه تظهر مره واحده اهي اهي سواء في الاول او في الثانيه، يا ما تظهرش خالص زي اللي تحت دول، ماشيه جيده 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 تالفه تالفه جيده تالفه تالفه. يبقى في على الاكثر دي يا ممتاز يظهر مره واحده يا ما يظهرش خالص. كل ده هجمعه في الاخر هيقول طلع الاجابه بتاعتي 75% برضو، اللي هي كام؟ اللي هي هنا دي 75%. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل الباقي بقى. احتمال اكثر من وحده ممتازه، اكثر من وحده ممتازه يعني ممكن يكون اثنين ممتازه، معلش كده اثنين ممتازه. طب اثنين ممتازه يعني 25 على 50 من المخزن الاول و15 على 30 من المخزن الثاني وخلاص، واقوم ضاربهم في بعض، يبقى هتطلع لنا كام؟ هتطلع لنا 25. ليه؟ طيب احتمال الاولى فقط ممتازه. طب الاولى فقط ممتازه يعني ممكن يكون الاولى يعني 25 على 50 والثانيه اللي هي جيده 10 على 30 المخزن الثاني. طب ممكن الاولى فقط تكون ممتازه والثانيه تالفه يعني 5 على 30 من المخزن الثاني. طيب ودي انا لو حسبتها هتطلع لي 25% برضه. طيب اهي. طب احتمال الثانية فقط تالفة، الثانية فقط تالفة. طب ما ممكن كده الأولى تكون، طالما الثانية فقط هي تالفة الأولى تكون ممتازة، يعني 25 على 50 والثانية تالفة يعني 5 على 30. وممكن تكون الأولى جيدة يعني 15 على 50 والثانية تالفة 5 على 30، لأنه قال الثانية فقط الثانية فقط تالفة. طيب وفي الحالة دي يعني يبقى أنا لو عملت كده ده بالآلة أقوم طالع لي كام؟ ثلاثة ثلاثة، أطلع ثلاثات كتير كده، أنا ممكن آخد إيه؟ كفاية ثلاث ثلاثات. ليه؟ طيب احتمال الأولى ممتازة والثانية جيدة، دي سهلة، الأولى ممتازة يعني 25 على 50. طب الثانية جيدة، الثانية جيدة يعني 10 على 30، بس وخلاص أضربهم في بعض. وتقوم طالعة لي الإجابة 7 6 6 1 على 0. طيب احتمال واحدة فقط ممتازة، واحدة فقط ممتازة يعني ممكن تكون الأولى وممكن تكون الثانية. طب خلينا لو الأولى ممتازة 25 على 50 هتكون الثانية مثلا، هو قال واحدة فقط ما ينفعش يقول الثانية ممتازة، خلي الثانية جيدة. يا إما الأولى ممتازة الثانية تالفة اللي هي 5 على 30. يا اما العكس، ممكن تكون الاولى هي اللي جيده 50 والثانيه ممتازه بقى، ممتازه في المخزن الثانيه هتبقى 15 على 30. او الاولى تالفه والثانيه برضو ممتازه، لان قال لي انا عايز الثانيه عايز واحده فقط ممتازه 15 على 30. تمام، وهبتدي احسب طبعا الـ الكلام دون هيطلع كام؟ هيطلع 5 من 10. وكده يبقى انتهى المثال دون. ومثال الجدول اللي هو بيتكلم على مخزنين مثال جميل، ويا رب يجي في الامتحان، مثال سهل وجميل يعني. المساله اللي بعد كده هو مديني الجدول بقى بس ثلاث مخازن، الاول الثاني الثالث، ونفس السلع ممتازه جدا تاني. وسحب عينه ايه معشوقا من كل مخزن، هيسحب ثلاث سلع، ثلاث سلع. طب قول احتمال السلع الثلاثه جيده. طب السلعه الاولى هتبقى 60 على 100 جيده، وهنا الجيده 20 على 50، وهنا الجيده هتبقى 15 على 50. طيب وهضرب الكلام ده كله بالاله واطلع الناتج بتاعي هيطلع كام؟ هيطلع 72 من 1000. 72 من 1000. طيب لو جينا بصينا احتمال الاولى فقط جيده، طب الاولى فقط جيده؟ طب ثانيه واحده كده، الاولى بس هي اللي جيده، يعني يكون مثلا 60 على 100 والثانيه بقى تطلع مثلا ايه؟ ممتازه. خد بالكم؟ 25 على 50. طيب وممكن برضو خد بالك بقى الاولى تطلع جيده
الثانيه برضو تطلع ممتازه. طب انت كررتهم ليه مرتين؟ هقول لكم ليه. الثانيه تطلع ممتازه عشان الممتازه دي هاخد وراها مره جيده ومره ايه؟ ومره ثالث. تمام؟ ما هو بيقول لي الاولى فقط جيده. طيب خدوا بالك. طب الاولى فقط جيده، الثانيه ممتازه، اكررها كمان مره برضه هقول لكم ليه. يعني انا خدت الجيده مع ممتازه. طيب الجيده مع ممتازه، الممتازه دي مش ممكن يطلع وراها ممتازه؟ يعني 10 على 50 المغزى الثالث وممكن يطلع وراها جيده. المغزى الثالث ممكن يطلع وراها تالفه او رديئه من المغزى الثالث، يعني 25 على 50. طيب وممكن هو بيقول لي الاولى فقط جيده، ممكن تكون الاولى جيده 60 على 100 ويطلع وراها ايه؟ هو قال الاولى فقط جيده، تلاقي الثانيه طالعه تالفه، الثانيه طالعه تالفه اللي هي كام؟ 5 على 50. طيب بس احنا كان المفروض هنا الاولى ممتازه ممتازه وعايز الاولى فقط جيده. في واحده هنا انا زودتها 25، لا مش هناخد دي بقى عشان هو عايز الاولى فقط اللي جيده، الاولى فقط اللي جيده. تمام؟ يعني مش عايز يكون الثالثه، انا كنت قايل هنا الثالثه جيده فمش هنا. طيب تعالى بقى نشوف بعد كده لو الاولى جيده. طيب ممكن الثانيه تكون تالفه، تالفه ويطلع وراها مثلا التالفه دي جيده وتالفه ويطلع ورا التالفه دي ايه؟ ممتازه 10 على 50. طيب ممكن الاولى تكون جيده والثانيه تالفه ويقوم طالع وراها، مش هناخد بقى الجيده، هناخد التالفه ثاني، يعني 25 على 50 من المخزن الثالث وهكذا. يعني احاول ان انا اكون حريص في ان ما يكونش عندنا، معلش انا دي فاتت عليا، اكون حريص ان ايه؟ ان ما يطلعش كلمه جيده الا مره واحده، جيده مره واحده، جيده مره واحده. تمام؟ يعني اكون حريص ان انا الجيده ما تظهرش ثاني خالص. طب هنا الجيده كانت مره واحده، تمام؟ هنا برضو الجيده كانت مره واحده، ولازم تكون الاولى، لازم تكون في الاول. حسب الكلام ده كله على الكالكليتر هيقوم طالع لي 2 5 2 على 0. طب احتمال الاولى والثانيه جيده، دي سهله. الاولى والثانيه جيده، يعني الاولى هتبقى 60 على 100، الثانيه هتبقى 20 على 100. طيب الاولى والثانيه جيده، ممكن يجي الثالثه تكون ممتازه وراهم. ممكن الاولى والثانيه جيده اهو، تقوم جايه الثالثه تالفه وراهم، مش هجيب جيده ثاني بقى، ما هو عايز الاولى والثانيه هما اللي جيدين بس. فممكن اقوم واخد الثالثه وراهم تالفه من المخزن الثالث 25 على 50. تمام؟ واقوم حاسب الكلام ده كله بالاله واطلعها يطلع لي 24%، 24%. فهي مساله الثلاث مخازن بتبقى مساله ثقيله شويه، يعني يا رب ما تجيش في الامتحان، بس احنا برضو ايه؟ فهمناها لسه لا تكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخر اخر بقى مطلوب ده سهل قوي. احتمال الاولى جيده والثانيه ممتازه والثالثه تالفه. دي سهله، الاولى جيده طبعا يبقى 60 على 100. في الثانية ممتازة، الثانية ممتازة اهي 25 على 100 على 50 سوري. الثالثة تالفة، تالفة يبقى 25 على 50 بس. واقوم ضارب الكلام ده كله على الآلة يطلع لي 15 منه. هي مسألة يعني الثلاث مخازن تتحل، بس هي يعني طويلة شوية وعايز واحد يكون مركز فيها قوي، لأن هما ثلاث مخازن مش ايه؟ مش مخزنين. فبتاعت المخزنين بتبقى اسهل، يعني اتمنى من الله ان بتاعت المخزنين اللي تيجي في الامتحان يعني عشان ممكن ايه نحلها، بالتالي ممكن يعني بلاحظ الطلبه بتحلها افضل من اللي هي بتاعت ثلاث مخازن، ثلاث مخازن طويله شويه. فيا رب، بس لو جت ثلاث مخازن برضو ادي احنا فهمناها، نقدر ان شاء الله نتعامل معاها ونحلها. ومعلش هتتعبوا في المذاكره شويه في الاحتمالات، ويعتبر اقوى باب فيهم الاحتمالات. ذاكروها بالورقه والقلم برضو، يعني ممكن توقف الفيديو وتذاكر بالورقه والقلم تمام معايا المساله واجتهدوا كده، وان شاء الله ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. وبالتوفيق نشوفكم ان شاء الله السنه الجديده دي ان شاء الله في كليه التجاره باذن الله. وزي ما قلت لحضراتكم، حاول بس تشترك وتفعل الجرس لسبب، عشان باذن الله اللي يخش فيكم كليه التجاره ان شاء الله كلكم تخشوا. يعني انا بدي كورسات رياضه ومحاسبه، رياضه وسوري واحصاء ورياضه ماليه، فبنزل بيهم فيديوهات برضو هنا على القناه بتاعتي.
فان شاء الله بيوصلك اشعار بان مثلا مستر عاطف نزل فيديو، تخش ساعتها ايه لو انت مشترك ومفعل الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله، فان شاء الله تستفيدوا منه برضه. وان شاء الله ربنا يوفقكم، واتمنى تكونوا فهمتوا الاحتمالات. يعني انا حاولت اشرحها يعني بحيث ايه بابسط طريقه بحيث تتفهم يعني. والله هو الموفق، والسلام عليكم ورحمه الله.